مبسوطة؟ قوي قوي يا عمر. كلمة مبسوطة دي أقل بكتير قوي من اللي أنا حاساه. عمرو الأسود. مين ده؟ ده زياد قريب عليا. والله ما مصدق عيني. ايه ده زياد؟ ازيك يا حبيبي؟ خدتش بالي حبيبي، وحشتني. وحشني جدا والله. انت اكتر. ايه بتعمل ايه هنا؟ انا عندي مؤتمر. لا حلو المؤتمر، يعني المؤتمر جامد. يعني ايه؟ في المز دي اللي انت بتقول عليها مؤتمر؟ لا بس مؤتمر تستاهل يتقال عليها مؤتمر، مؤتمر دولي. يا اما مزة ايه وبتاع ايه؟ دي عميلة. ايه يا عمور؟ مكسوف تقول انك بتقعد؟ ما تقعد يا حبيبي براحتك. ما تتغيرش ابدا يا اخي. يا سيدي مش مهم انا اتغير، المهم انت اتغيرت، انا كده قلبي اطمن عليك خلاص. اللي بقول لك ايه، هي علي ايه ظروفها مع الكلاينتس الجامدين دول؟ زياد ايه؟ خف شويه، انت عارف ان انا ما عنديش اغلى من علي. ما هي دي مصيبتك، يا ابني فكها شويه، عيش حياتك. هو انت هتفضل مطرقع كده على طول؟ ما تتجوز يا اخي وتريحنا. هو انتوا في العيله مش حافظين غير الجمله دي؟ بقول لك انت نازل فين؟ انا نازل هنا في الفندق. حلاوتك، انا كمان نازل هنا اسبوع. يخرب بيت دي مفاجاه. احنا مع بعض بقى كل يوم. كل يوم؟ اه. ان شاء الله. ها طب هستأذنك بقى عشان اكمل شغل المؤتمر. طبعا ايوه المؤتمر اهم مني. اتفضل. ربنا يعينك. حصل مشكله؟ لازم نمشي من هنا. هنرجع القاهره؟ بس هي تنزل في نفس الفندق. طب ما غير اوتيل. ما هو ده اللي انا بفكر فيه، بس لازم نشوف اوتيل تاني يكون بعيد عننا. اي مكان يا عمر، انا ببقى مبسوطه معاك في اي حته، حتى لو قعدنا في خيمه في الصحراء. مش وقته دلوقتي يا ابو سينا. سوري يا عمر، نسيت ان قريب عليا هنا ممكن يقول لها. ما بقاش مخك صغير. بصي انت هتقومي تسلمي عليا بجد جدا وتاخدي بعضك وتمشي. امشي روح فين؟ رايح على السويت وانا هاجي وراكي. ماشي يا عمر، حاضر. هقوم اسلم عليك جد جدا واروح على السويت. فرصة سعيدة جدا يا أستاذ عمرو، اتشرفت بمعرفتك. أنا أسعد يا فندم. ميرسي جدا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you.